هلا يا عم علي، هلا اول القادمين. هلا هلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شرفتنا نورتنا. هلا الله يعز مقدارك. ايوه عم علي، انستنا. انت الانس. انت ولادت فين؟ انا ولادت منطقة الباحة. فين؟ بلاد غامد. بلاد غامد. اي نعم. قرية ولا ما اسمها؟ قرية وادي في قرية بني مشهور. بني مشهور. انت اكبر اخوانك؟ نعم. طيب جلست في غامد هناك لمتى؟ متى جيت الطائف؟ جيت الطائف عام. انت ولدت عام كم؟ عام والله الولادة مرتين ولدت. كيف هذه صارت؟ كيف صارت هذه؟ بالنسبة للولادة عام 1356. ما شاء الله. بالنسبة للتابعية والفراخات هذا قدمونا وخرنا سنتين سووها عام 56. يعني هي 54 خلوها 56. 56 في جوازات الطائف. جوازات الطائف. متى جيت الطائف؟ عمرك كم؟ جيت الطائف يمكن عمري 8 سنين 7 سنين. عام 1361 أو 62. نعم. جيت لوحدك ولا مع لا لا جمعتك؟ جيت مع والدي وولد عمي. إيه. إيش جيتوا خلاص تستقروا تشتغلوا في الطائف؟ جينا ندور العيش. عيش. نعم. واشتغلتوا فين؟ أنا طال عمرك جيت الطائف بترك عام يا 61 يا 62، وجينا الطائف في الساعة دوبهم طرحوا الباب حق بن عباس. انت داخل طال عمرك تبغى مسجد بن عباس في الزاوية هذيك اللي عند الحنفيات. ايه؟ الباب خشب كمان من هنا هناك، قلت طرحوه خلاص ما عاد في باب. وركبنا طال عمرك في لوري كبير دومنتي. إيه؟ إلى مكة. كان الخط كله جراوية. يعني جيتوا قعدتوا شوية في الطائف ورحتوا على مكة؟ أي بس. إيه؟ كل شويعات كذا. إيه؟ وعلى. إيه؟ مكة. إيه؟ وعلى مكة رحت في مكة هناك في خالي باسط في السوق الصغير. ما تعرف السوق الصغير؟ إلا باسط فول. إيه؟ خالي فول. إيش اسمه؟ اسمه عطية بن بخيت الغامدي. إيه معلم هناك فول. إيه؟ ما يحتاج. إيه؟ كان عنده. إيه؟ فول وهذا. إيه؟ وقعدت عنده كم. إيه؟ سنة. أيه. وبعدين جاوت في البيوت. أيه. تقريبا قعدت في مكة حوالي 10 سنوات. أيه. عليها خاصة اشتد عودك. أيوة الله أكبر. طال عمرك بعد 10 سنوات خرجت الديرة. ما درست وقتها؟ أصبر. لا. أيه. خرجت الديرة قعدت لي شهر شهرين. أيه. تغير الوضع وهذا. بعدين جينا جيت عام 72 1372 على الطائف. على الطائف. على الطائف. إيه؟ في واحد من جماعتي في اليمانية فوال. إيه؟ قعدت اشتغلت معاه سنتين. إيه؟ دخلت المعهد الطائف الليلي حق حسن ألطف عام 1372. ما شاء الله. استمريت في المعهد إلى عام طال عمرك 1354. بسطت لي دكان في الشرقية وشارع خالد على حسابي. قعدت فيها 74 و75. عام 76 قالوا وظائف في البريد. كان المحاسب علي بديوي من جماعتي قال لي تعال في البريد. دخلنا البريد عام 1356. دخلت وين أبغى السنطران أبغى المخابرة. قال لا 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 هذول كلهم مجرمين. قال هنا في البريد أسفل الدور الأسفل عند رجال من أهل الطائف من أهل اسمه حسين يسلم. عام 76. عام 1 1 3 6. دخلت 1 1 76. تم تعييني 1 3 76 بعد شهرين. اشتغلنا بلاش زي ما قال. ايه شهرين يجربوك. الله. أيه. اكبر. استمرنا طال عمرك عند عم حسين الله يرحمه من 1356 الى 76. 76. أيه. الى 1415 تقريبا. ايه. بعد كده قالوا تقاعد. قلنا سلمتم. يلا تقعدت. قالوا غلقت 60 يلا جنب. قلنا حلاوة الحمد لله. بعدها رحت طال عمرك أخذت لي دكان في الشهداء. وبعد الدكان طال عمرك كم شهر جاني عبد الرحمن مومنة
كان مدير المنطقة وهذا المنطقة في مكة. أيوة قال طال عمرك تعال. وعاد في قسم التوزيع المدير حقنا حسين السلام الله يرحمه يسموه وكيل الإدارة. أيوة. كان اسمه وكيل الإدارة. هو في الدور الأول كله تبع البريد. البريد صح. أيه. والدور الثاني طال عمرك المدير والمخابرة والبرقيات والسنطران هذا في الدور الفوقاني. هذا المبنى اللي في شارع البريد ولا المبنى حق بيت حمدان؟ لا حسين الحمدان. بيت حمدان. يعني أنتم ما جيتوا عم علي في البيت اللي كان تحت البريد اللي كان تحت الهادي؟ لا قدام مسجد الهادي حسين حمدان هناك جينا في عام 76. هو عبارة عن دورين؟ يمكن ثلاثة أدوار. بريد في أسفل وبعدين المدير والمخابرة الحاصلة شيء فوق البرقيات. مين مدير البرقيات وقتها؟ أول شيء طال عمرك على ما يذكرون سعيد حمزة قبلنا قبل سعيد حمزة سيد حمزة تبع السنترال قبلها طال عمرك على ما يحكونا يقولوا كان أبو ناصر واحد اسمه أبو ناصر مدير البرق والبريد والهذا شو بيته وسط السوق وسط السوق والعجلة حلها الحب والعجلة هذاك بيته لا يزال أبو ناصر. لما راح أبو ناصر جاء طال عمرك أنور بحري وبعد أنور بحري طال عمرك أخوه سعيد بحري. أنا عاصرت 10 و11 مدير عشت معهم مدير البريد بدأ بمين دحين؟ عدد لنا هما نبدأ طال عمرك أنور بحري وبعد سعيد بحري وعادم حسين الله يرحمه وكيل الإدارة بعدين صار مدير أفصلوها بعدين طال عمرك انتقلنا إلى شارع ابن عباس عمر وعمارة هناك كانت خرابة ابن غشيان اللي بجنب بيت البوقري عمروها البريد وانتقلنا فيها وانفصل البريد عن الهاتف عن البرق كل واحد في حدة أخذ حسابه وقعدنا مع حسين الله يرحمه توفى بعدين استلم أحمد السلم كمان فترة وأحمد السلم نقل إلى إدارة التعليم محاسب واستمرنا بعدها 10 مدراء مين؟ مصطفى عز الدين واحد من مكة تركي أصله يسموه مصطفى عز الدين وبعد طال عمرك عبد الله حلواني وعبد الله وزنة وعبد الله شقحة من الرياض نجدي وبعدها طال عمرك حسن شاهين من مكة أخو جعفر شاهين مدير المنطقة كان وطال عمرك بتلنا يمكن 10 مدراء واحد يتلي بعد واحد. بعد شاهين جاء الهلالي بعدها طال عمرك انتقلنا إلى الشهداء جاء أمر بهدة السليمانية وقعدنا نهدة السليمانية إلا البريد سنت إلا البريد قاعد زي ما هو طال عمرك بعدين الأمير كلف مدير عام البريد اللي هو طال عمرك اللي هو الدكتور ايش اسمه الدكتور طال عمرك مدير عام البريد في الرياض اسمه الدكتور ايش الله يعطينا اسمه زمزمي لا الزمزمي جاء كمدير في الصيفية كم شهر والشقحة كم شهر في الصيفية وعبد الله الحارثي كم شهر احد يقول له كان كلهم مدراء حتى عمرك ايش اسمه المدير كان في الرياض كلفوه من العمارة انه يشيل بريد الموظفين في الغبار بدون ماء بدون كذا فكلف واحد من مكة اسمه عبد الله الاستاذ عبد الله ايش كان يكتب في الجريدة كان مدير المنطقة والمساعد حق ود منهوري كلفهم يجي يدوروا مبنى ويحولوا البريد يجوا يومين داروا الطائف ما حصلوا قالوا ما حصلنا جاء بنفسه المدير عام البريد سمير بنازح الدكتور سمير بنازح جاء ولفوا دار
التقى عمارة في الشهداء علي الغامدي يمكن 3-4 أدوار بحواش بمواقف اللي بشارع التلفزيون. اي بحواش بمواقف وكل شيء. وجاي يبغى استاجرها طال عمرك. كان مدير الاشغال العامة واحد يقول له حاسن الغامدي مكتبه في شهر لازم يوافق على المبنى والإيجار والهذا. فحاولوا قال أبد هذه وسط الحي ما وافق عليها دوروا محل غير ذا. قالوا درنا الطائف كله ما حصلنا فين. قالوا لهم أبدًا جو قالوا يا غامدي هذا من جماعتك حاسن الغامدي تعال اتفاهم معه. طيب مشينا مشينا عند اليسار ابن الحلال الموضوع كذا حتى في طريق الحوية عمارة لمين كبيرة كذا قدام محطة الحبسي. قال هذه قد الدفاع المدني يبغاها هذه آيلة للسقوط ما أنا موافق عليها. طيب فين نروح يا حاسن شوفنا موضع. قال أوافق بشرط مؤقت. قلنا مؤقت لو تبغى 24 ساعة بس نحول ننقل من الغبار ده والهذا. قال طيب وافقنا طال عمرك على العمارة حقت الغامدي ولقنا في عمارة الغامدي قعدنا فيها 8 سنوات. تولى طال عمرك وقت النقل والنقل عبد الرحمن مؤمن جابه هو كان مدير مكتبه في الرياض جابه قال يلا تتمم معاهم النقل وشوف عمار وشوف 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 والله نقلنا على الشهداء. مين كان مديركم في الشهداء؟ كان طال عمرك مديرنا للساعة جابه سعيد الهلالي من كان يشتغل في اللاسلكي في مكة. ليه مو عم حسين قبله حسين حمدان؟ حسين حمدان حسين السلام لا عم حسين حمدان في شارع التلفزيون شفته. لا ما جت شارع التلفزيون بس حده في الـ في الـ في البلد في ايه؟ في محل القهوة حقت حقت شو اسمه ذولاك بن حريب هناك كان وعز الدين مصطفى عز الدين وحسن شاهين حدودهم من ذولا كانوا في البلد ما من الشهداء إلا هو من أيام الهلالي. وجاء الهلالي استلم قعد فترة وتناكف معهم شرطوا عليه شروط. المهم من بعده بس جاء بعد الهلالي طال عمرك جابونا طال عمرك غازي بخاري كان موظف في شعبة في بريد مكة وترفع وهذا وسلموا المنطقة واندمجتوا معاه. هو جاي اليوم ما شاء الله ما إيه. هو استلم طال عمرك مدير واحنا معاه انا قلت لك 10 او 11 مدير لو عد لك وانت وظيفتك رئيس التوزيع رئيس توزيع في المرتبة الأولى ولا 13 يا أولى يسمونها الأولى رئيس التوزيع اندمجت معاهم يعني حاولوا في ناس روح الرياض ترفع تعين غلطات ما أعرف. أول شيء اندمجت مع بيت سلم من صغيرهم إلى كبيرهم بما فيهم العائلة بما فيهم طال عمرك أم أحمد ومريم بنتهم وعبد الرحيم للساعة وشباب يدرس وعم حسن الله يرحمه وزوجته وبناته وطال عمرك رويد ذيك الأيام ما أعتقد ما بعد جاء ما في إلا عصام وعمر السلام تجوز صار عمرك في البيت الكبير وحتى جاب الهبل وسوى العشاء طبيخ بلدي تشوف القدور في السيب هذا كان في سيب بيت عم حسين البيت حق العائلة البيت الكبير اللي مو بيت عم حسين لا الثاني البيت الكبير البيت الكبير في المقعد ايوه اللي في مقعد حمادي وكان الهبل سوى العشاء والجواز بعد يعني يمكن فترة كذا أنا وأحمد السلام في أسبوع واحد تجوزنا ما شاء الله هو أخذ بنت عم علي قاضي وأنا أخذت بنت واحد من جماعتنا سوينا الجواز والحفلة والهذا فعاد كنت عصرية أطلع أنا وعم حسين وطال عمرك مين معنا نور أيام نور نطلع القديرة في العصرية لك يا زارع الورد فتحوي ما لعل عود ونفردي عالورد من بالجمال موعود وردك يا زارع الورد
وردك يا زارع الورد.